Strawberry jam like, and my problems like God. In the morning my feet tell me to not repeat the same mistakes I make every time when I try to communicate. And I feel I should clarify over time. مهمة صعبة جدا للفريق الضيف في مباراة اليوم بعدما تعرض للهزيمة على ملعبه في مباراة الذهاب. التأهل للدور القادم لن يكون سهلا أبدا، لكن ليس هناك مستحيل في كرة القدم. فورسبيرغ لاعب هجومي مميز حقيقة، سواء لعب على طرف الملعب أو في العمق دائما تكون عند الحلول، يعرف كيف يساند زملائه في التسجيل أو حتى التسجيل بنفسه أحيانا. هذه تشكيلة أصحاب الأرض، طريقة تقدر تقول متوازنة في خطة تقليدية الأربعة أربعة اثنين. نستعرض تشكيلة الفريق الضيف في هذه المباراة. اليوم يعتمد الفريق على تشكيلة 3-4-3 في المباراة. ندخل إلى أجواء المباراة رسميا مع ضربة البداية. بولسون، مارسيل، يوسف بولسون. لايبزيغ يلعب على الأطراف بشكل ممتاز. تصويب الآن، ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة. المدافع بشتت الكرة إلى خارج الملعب. كلوسترمان الآن يجد الحلول بتحرك زملائه. بولسون، تقدم سريع يأتي. مباراة تبدأ برتم عالي، أجواء مثيرة، إثارة كبيرة من البداية. سنشاهد الآن ماذا سيحدث في هذه الدقائق. كل شيء يبشر حتى الآن بمباراة كبيرة. شوف اللقطة، شوف الإعادة، ضربة رأسية رائعة بشكل ممتاز خدعت حارس المرمى. هذه إعادة للهدف من زاوية أخرى. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. تغيير لعب على الطرف والاعتماد على الأطراف. محاولة إرسال اللعب الآن على الجناح، لكن المدافع يقراها.
Marcel. كيفن كامبل. مارسال. اعتراض الكرة. شوف الكرة مقطوعة. الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. عرضية تصل إلى الصندوق. تسديدة قوية. لقطة سيئة جدا في المحاولة الماضية. ديوغو ديمي. دفاع منظم على خط المنطقة بدون أي اندفاع. كيفن كامبل. عدة تمريرات بعرض الملعب بانتظار تغرب بانتظار كرة بينية. ديوغو ديمي. كرة مقطوعة بعد تمريرة سيئة. تمريرة بتعود للخلف. الكرة إلى حارس المرمى. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. انطلاقة سريعة بالكرة. يتقدم فيها. مدافع يعيد هذه الكرة إلى حارس المرمى بعد الضغط اللي كان عليه. مارسيل. كرة بشكل سليم لكن التمريرة كانت خاطئة. يلعب للكرة. الكرة تعود إلى الخصم. خطر الآن. بيرسل الكرة. حارس المرمى يسيطر على هذه الكرة بدون أي مشاكل. ولعب الشوت. تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز. تفتقد للدقة. الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. ويلي أوربان. كلوسترمان. ديوغو ديمي. فورسبيرغ. ويلي أوربان. ينطلق بالكرة. يتقدم فيها. كلوسترمان. تحرك اللاعبين في الخط الأمامي. جماهير تطالب التصويب الآن. الجماهير هي من طالبت اللاعب التسديد ليسدد هذه الكرة وتستقر في الشباك ويفرح الجميع هنا في المدرجات. شوف اللقطة من جديد. التصويبة الرائعة الموجهة زاحفة على الأرض. صعبة جدا على الحارس مهما كانت ردة فعله ومهارته. الكرة تستقر في الشباك. هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. قدرات كبيرة جدا في الاحتفاظ بالكرة. بدون أي معاناة تقطع الكرة بعد تمريرة سيئة. الفريق يخسر مشروع هجمة. مساندة تصل الآن. تدخل غير قانوني من نظر حكم المباراة. فورسبيرغ. مارسال.
تيمو فيرنر، ديوغو ديمي، تمريرات متتالية بحثا عن ثغرة، بحثا عن مساحة في دفاع الخصم، تمريرات كثيرة، محاولات لإيجاد ثغرة في دفاعات الخصم، هجوم على نار هادئة الآن، كرة على الطرف، البحث عن كرة عرضية، بيشتت الكرة في هذه اللقطة، موقف صعب مع هذه الضغوطات، يعود للخلف من أجل الكرة لأنها لا تصل في الأمام، انطلاقة وبداية فرصة، ديوغو ديمي، الشوط الأول ينتهي 2-0. أداء كان جيد ومقبول في الإجمالي في شوط المباراة الأول. لا ضربة البداية تعلن رسميا عن انطلاقة الشوط الثاني. كرة بشكل سليم، فريق يستعيد الكرة في نص الملعب، كرة بتضرب الخط الخلفي، فرصة هدف في هذه اللحظات، الدفاع يقطع الطريق، يتصدى للتصويبة، رأسية ضعيفة بكل أريحية تصل إلى الحارس، استقبال ما كان بالشكل المطلوب، لكن الكرة ما زالت الآن تحت سيطرته. مارسيل، فريق الخصم بيخلص الكرة، فورسبيرغ، حلوة الكرة البينية خلف الدفاع، حارس المرمى بطل في اللقطة الماضية بهذا التصدي، الله على هذا القفاز من مسافة قريبة، كان ممكن تحرك الشباك، لكن ردة فعل استثنائية في اللعبة، بيرفعها في وسط المنطقة، ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية، كرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية، كيفن كامبل، تيمو فيرنر تحت الضغط الآن، وضعية اختلفت، أصبح الفريق المستحوذ وأصبح الفريق المسيطر على الكرة، ديوغو ديمي، الكرة بتتحول إلى رمية تماس قريبة أيضا من الزاوية، تغيير راح يكون في هذه اللحظات، الآن هي محاولة تقدر تقول لضغط ماء جديدة في أرضية الملعب، نشاهد الاستفادة من دكة البدلاء، محاولة لإيجاد حل بورقة رابحة من جانب المدرب، شوف استعادة الكرة، بيرسل الكرة، تسديدة قوية جدا بتمر بجانب المرمى، أكيد راح يكون محبط لأن الكرة كانت قريبة في المرات القادمة، لابد من استغلال هذه الكرات، كرة مقطوعة بعد تمريرة سيئة، فرصة والكرة في وضعية الهجوم، الفرصة متاحة ولعب الشوت، اختار الحل الصعب، فكر في التصويب، كم ممكن يمرر، كانت عنده حلول أخرى في اللقطة الماضية، الإعادة تؤكد بأن الكرة كانت قريبة من هز الشباك، تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم، يفرض أسلوبه، يفرض طريقته، يسيطر على الكرة، حلوة الكرة البينية خلف المدافعين، حلوة التسديدة، كانت قريبة من المرمى لكن عدت، لكن مرات كان ممكن تكون هدف في اللقطة الماضية،
بدون أي تركيز. شوف لعب التمريرة إلى خارج الملعب. فورسبيرغ، تيمو فيرنر، ديوغو ديمي، غياب كبير، ديوغو ديمي، الحارس يمنع الكرة، لكن الكرة ما زالت خطيرة. تصرف ممتاز من المدافع بمبدأ الأمان في الكرة الماطية، كرة إلى رمي التماس. فرصة لوضع الكرة في الشباك. يا لهيب، يا الله، الكرة في المرمى، هدف يحرك الشباك الآن. تحرك بدون كرة، تمركز مناسب، استغلال مثالي للفرصة، والشباك تتحرك. هدف سيصعب الأمور أكثر على الفريق الخسران. فارق الأهداف يتسع والعودة أصبحت شبه مستحيلة. نظرة أخرى نشاهد من خلالها كرة الهدف. ثلاثة أهداف مقابل لا شيء هي النتيجة الحالية. تقدم مريح جدا بثلاثة أهداف كاملة. ستعود الكرة من ضربة مرمى. ربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة. دقة في التمرير، شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي تخرج من قدمه واللي تعرف الطريق. الله على الكرة، تسديدة يا رباه، مستحيل، الكرة في المرمى في هذه اللحظات. الله على الكرة، على إبداع، على نهاية، يا سلام على الكرة في المرمى. أداء كبير وتألق غير عادي، يسجل مرتين ويبقى على بعد هدف واحد من الهاتريك. فلنشاهد الهدف في الإعادة مرة أخرى. هدف يوسع به الفارق، نتيجة ثقيلة جدا، أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة. يا سلام على الكنترول، تحكم في الكرة، ينطلق فيها للأمام. الإعادة توضح أن الراية كانت صحيحة وأن قرار التسلل سليم. تغيير من فريق لايبزيغ، محاولة لتغيير الأداء وضخ دماء جديدة في أرضية الملعب، مزيد من الحيوية، راح تشوف النشاط والتكتيك المختلف في صفوف الفريق. 10 دقائق ويطلق الحكم صفرة نهاية المباراة. تمريرات متتالية بحثاً عن ثغرة، بحثاً عن مساحة في دفاع الخصم. حكم الرايح احتسب تسلل. بولسون، تيمو فيرنر، يوسف بولسون، كرة بتتشتت من الدفاع، لحظات وتنفذ رمية التماس. مارسال، يوسف بولسون، ديوغو ديمي،
روما. كرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. فرصة لوضع الكرة في الشباك. يتدخل على الكرة لكن شوف الضغط، شوف الضغط المستمر. الوقت بدل الضايع 4 دقائق. كوناتي، كونراد لايمر، كروما. حارس الآن ينتظر الكرة بكل سهولة. فوز سريع جدا اليوم بواقع 4 أهداف بدون رد. مواجهة كانت قوية لكن كانوا الطرف الأفضل فيها على مدار المباراتين، واستحقوا التأهل، وعلى الجماهير بأن تفتخر بفريقها وما حقق في هذه البطولة. أداء رائع حقيقة بالتأكيد، نضج كبير في التعامل مع مثل هذه المباريات. لعب واحدة من أفضل مبارياته في كرة القدم، تتكلم عن أداء خرافي، أداء أسطوري اللي شفناه في مباراة اليوم. كان نجم هذه المباراة، كان حاسم في تحقيق الفوز، طار بشكل جيد، كان واضح ايضا عزمه من البدايه على صناعه الفارق، نجح في تسجيل هدفين وساهم ايضا في فوز الفريق. بولسون، تقدم سريع ياتي، مباراه تبدا برتم عالي، اجواء مثيره، اثاره كبيره من البدايه، سنشاهد تحرك اللاعبين في الخط الأمامي. جماهير تطالب التصويب الآن. احتفالات صاخبة في المدرجات بهذا الهدف. الجماهير هي من طالبت اللاعب بالتسديد ليسدد هذه. فورسبيرغ، حلوة الكرة البينية خلف الدفاع. حارس المرمى بطل في اللقطة الماضية بهذا التصدي. الله على هذا القفاز من مسافة قريبة. كم الفرصة متاحة واللاعب يشوت، اختار الحل الصعب، فكر في التصويب، كم ممكن يمرر، كانت عنده حلول أخرى في اللقطة الماضية. يفرض أسلوبه، يفرض طريقته، يسيطر على الكرة. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين، حلوة التسديدة، كانت قريبة من المرمى لكن عدت. لكن مرات كان ممكن تكون هدف في اللقطة الماضية. تصرف ممتاز من المدافع بمبدأ الأمان في الكرة الماضية. فرصة لوضع الكرة في الشباك. في التمرير، شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي تخرج من قدمه، تسديدة يا